هذه يبقى باش نطير الميكرو للديلي هذا بدل ما نعتبروا باللي عمليه ككل عمليه لا لازم نتوقع عمليه خاصه استثنائيه وين لازم توجد في اقرب الوقت بالطريقه هذه نقولوا حلينا المشكل تاع العام هذا والعام الجاي واللي وراه واللي من بعد وزيد الدعم ان شاء الله الولايه مع التطور تاعها ومع الناحيه الاقتصاديه نظرا للواقع الجغرافي راح تزيد تعرف تطور كبير على جميع المستويات تاع الدعم الديتوريالي اللي يحتاجوا الماء اذا احنا اللي يقول يهمنا هو المواقع والامور الاخرى يجي فيما بعد اذا 10 مايع الشرطه الشرقي ربما البراج يعاود يرجع ما تبقاش ماكاك او يرجع البراج يتمشى خدها ان شاء الله لامينا فوسلينا هذه عند زريد هذو كل هذو كل امكانيات وقد تكون امكانيات اخرى لان الظرف صعيب نعرفوا فين نجاوزوه للمواطن ان يوجهوا ليه مباشره قال احنا ما عرفنا انك كنت تعيش جيت صعب راك صبرت ما بوار يقولوا الحمد لله اليوم لو يعرف باللي فيه السيد رئيس الجمهوريه وراء العمليه هنا يعني شي يطلعوا خروا يوميا او يكذبوا ويكلموا البارح قال نحب هذا المحل يدري قال وراكم شكرا لكم اللي قال 48 ساعة على الأساس أنا صبحت اليوم إن شاء الله تكون حلول جدري مهم عملياتي بالنسبة للتوزيع العادل على حسب كل الأحياء والقرى والبلديات وعلى حسب كذلك أنا بنشير بالنسبة